الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله. كنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا الحديث في باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان وتصديقهم، وقرأنا معا حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث معاوية بن الحكم السلمي. وبما أننا رأينا فيه وقفات مهمة، فلا بد أن نعيد قراءته ثانية حتى نجمع عليها فكرنا، ثم نبدأ من حيث وقفنا إن شاء الله رب العالمين. معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون، لكني سككتها سكة. قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث حديث صحيح، وقد تجاوز القنطرة كما يقول أهل العلم. شوف ردوا البال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجيبها لي، ومن زاد بدأت يمتحنها، يا سيدي لا امتحان، يا كذا امتحان، سؤال جواب، أين الله؟ سؤال جاوب يا بنيتي الله يرضي عليك. قالت لي: في السماء. قال لي: أشكون أنا؟ قالت لي: أنت رسول الله. يا كذا امتحان. ودابا شي واحد قال لك: كاين شي وحدين كيمتحنوا الناس كيقولوا لهم أين الله؟ إيوا أنا بغيتي تعيب، عيب على الرسول صلى الله عليه وسلم. راه أول من امتحن بهذا الكلام، أول من امتحن بهذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيوا اللي تعيب يجمع راسه شوية.
من حقك أن تسأل المسلم أين هو ربك الذي تعبده أيها المسلم. كل واحد أش غيقول لك؟ قالك في قلوب المؤمنين. علاش هاد السيدة ما قالش للرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين ولا تقولي إحنا قاعد تهنى؟ تقولي في قلبك يا رسول الله وتهني الوقت، ما تقولي لا في السماء ولا في شي بلاصة، تقولي في قلبك كما كيقولوا الناس اليوم. الله ليس في قلوب الناس يا إخوان، الله سبحانه وتعالى في قلبك بمحبته وتعظيمه والإيمان به. أما هو فهو مستو فوق عرشه فوق سبع سماوات. صافي، هذه العقيدة اللي جابها الله في الكتاب واللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. واش حنا نخالفوا العقيدة اللي جابها الله والرسول؟ راه الحماق هذا. سبع آيات في القرآن كلها تتحدث عن استواء الله على عرشه، وكثر من 24 دليل كلها على أن الله فوق سبع سماوات. لاش غادي نبقاو حنا نرونوا؟ طيب، كنا سيدي وقفنا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه تسمى جملة اعتراضية، تسمى جملة اعتراضية. ونسق الكلام هو، سمعوا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. هذا هو السياق ديال الكلام، لكن هو من يبغى يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم جاب المدح دياله قبل ما يكمل الكلام دياله، وهو قوله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذه يسميوها جملة اعتراضية. ما كاين به نوقف واحد الوقفة عند هذه الأوصاف اللي هذا معاوية بن الحكم السلمي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما كهره. وكهره أي نهره، وهو النهي والزجر بشدة وعنف. دابا الدري الصغير إلى مديدو لشي حاجة تقدر أنت تقول له لا وليدي زكا، يعني أنت نهيته بطريقة مؤدبة وطريقة ما فيهاش العنف. ولكن شي واحد يقدر يقول تفوز من الدهن ويعطي قاف، تمالك ما كاين على هضره والضرب. هذا كهر، يسمى كهر، وهو النهر، وهو الزجر بشده وعنف. والعنف راه ما فيه الخير. راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا راه اللي الحاجه اللي فيها اللين وفيها الرفق تعطي عليها الله الخير اكثر من لما كانش فيها اللين وما كانش فيها الرفق. راه اي حاجه فيها اللين وفيها الرفق تيجي فيها الله التيسير وتيجي فيها البركه والخير، واي حاجه ما كانش فيها الرفق واللين راه كتكون غير معوجه. وكل واحد يجرب مع واحد، اذا جويتي معاه شويه كيقول لك الله يجازيك بخير وتيقبل النصيحه، اما الا خرجتي في عينيك ولا تعاملتي معاه بالاوامر وبالنواهي تيدور كاع وجهه كاع ما يخليك كاع تكمل ليه الكلام اللي بغيت، انا ما تادبتيش معاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام، طبعا هذا السيد ارتكب مخالفات شرعيه. المخالفه الاولى هي انه تكلم في الصلاه بحيث انه اجاب شمت العاطف، شمت العاطف قال لي يرحمك الله. المخالفة الثانية هو أنه يعني دعا على نفسه وعلى أمه وتكلم كلاما طويلا. فهذا الإنسان ارتكب ما يستوجب الكلام معه، دار
شي حاجه اللي خصنا ندويو معاه. لكن يا اخوان هنا المساله كتبقى كيف نتكلم معه، كيف نتكلم معه. الصحابه رضي الله عنهم انهم بداو تيخنزرو فيه زعما سكت، منين زاد كمل كيجيو بداو تيضربو في رجليهم زعما قفرتيها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال واه، خلاه حتى كمل ويجي عنده. علاش؟ ما عيرو، ما ضربو، ما شتمو، ما عنف معاه، والو، بحال حتى شي حاجه ما دار هذا السيد. وعندك شي واحد يقول لك راه ما غاديش نكونوا حنا في الغيره على الدين اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. شي واحد يقول لك لا والغيره ديالي على الدين هي اللي كتخليني نعنف مع الناس. لا سيدي، ديك الغيره خليها في الدار وتعامل مع الناس بالرفق. الا بغيتي تدعيهم للاسلام ولا بغيتي تامرهم بواحد المعروف او تنهاهم على واحد المنكر، فلست باغيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين الله عز وجل. فقال لي راه هاد الصلاه راه ما خصش يكون فيها شي حاجه ديال كلام الناس، وانما هي تكبير وتسبيح وقراءه للقران، اما شي حاجه ديال يرحمك الله ولا شي حاجه اخرى الله يرضي عليك هذه المره صافي. قال لك والله ما شفت حياتي شي معلم بحال احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عمرني شفت شي معلم بحاله بالطريقه اللي تعامل معايا وبالاخلاق اللي دار معايا. وليست هذه هي الاولى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيره تدل على انه وصل الى درجه من الخلق استحق عليها ان يتكلم رب العزه والجلال وان يقول له وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى لعلى للاستعلاء، اي قد ملكت زمام الاخلاق حل تربعتي فوق العرش ديال الاخلاق. وانك لعلى يكفي ان يقول له وانك لخلوق وانك فيك اخلاق عظيمه، ولكن قال له وانك لعلى للدلاله على علو كعبه صلى الله عليه وسلم في جميع ابواب الاخلاق، وقد ملكه الله زمام الاخلاق، وقد شهد بذلك الاعداء قبل الاصدقاء والكفار قبل المؤمنين. نرجع الى المحاوره التي دارت بين هرقل ملك الروم وبين ابي سفيان، وابو سفيان كان يومئذ لا زال على كفره، كان باقي كافر. فعيط عليهم هرقل، قال لهم عيطوا لي على شي ناس نسولهم على هذا الرجل اللي بان في بلادهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة التي سأل هرقل سول أبا سفيان، قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له لا. قال لي واش كنتو كتهموا هذا الرجل بأنه كذاب قبل ما يقول لكم بأنه نبي وقبل ما يقول لكم بأنه رسول؟ قال لي لا، ما عمرنا جربنا عليه الكذوب. وأبو سفيان قال الله كن ما خفت، الناس اللي معاي قيدوا علي كذبة تنكذب عليه. فقال الصدق، وقال لي باش كيأمركم؟ قال لي كيأمرنا بحسن الجوار وأن نعبد الله وحده ولا نشرك به وأن نصل الأرحام وأن نأكل الحلال وكذا وكذا إلى آخر الحوار.
لما نزل الوحي أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل، فلما رآه خاف على نفسه وفر هرب وجاء إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، وكي كيترعدوا وفي الخلعة ومدعو مالك مالك في التبوريشة وفي الرعدة وفي الخلعة مالك مالك، قال يا راه شي حاجة ورخت على راسي وقيل غادي يطرى لي شي حاجة، قالت لي والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتعين على نوائب الحق وتحمل الكل وتنصر الضعيف. يعني هذا الشيء كان في الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، كان خلوقا وإنك لعلى خلق عظيم. لما أنزل الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، طلع فوق الجبل وعيط يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان تتجمعوا، قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أمصدقي أنتم؟ قالوا وما جربنا عليك كذبا. قال لهم اشتيقوني إلا قلت لكم راه وراء الجبل شي عدو غادي يهجم عليكم، قالوا لي انطيقوك احنا ما عمرنا جربنا عليك الكذوب. وكان المشركون يلقبونه بالصادق الأمين، وحتى أنه منين ضربوا معاه داروا فيه الشر كانت الودائع ديالهم كاينة عنده، ياك الأمانات دياله كانت محطوطة عنده، والوقت اللي جاه الأمر من الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة وما قالش وهادو داروا معايا العار وهادو داروا معايا الشر ومحاربيني على الإسلام وهادو غير كفار وهي هذه الأمانة ديالهم والله لا رديت لشي واحد شي حاجة هادوك غير كفار، قالها رد الودائع لأهلها، رد الودائع شكون واحد مشى عنده هاك شغلك هاك شغلك واللي ما قدرش يوصل لهم وصل لي بلغ لهم الأمانات ديالهم. هادو كيفاش هاد الناس ما يدخلوش الإسلام مع نبي الإسلام؟ هاوما مقاتلينو وهاوما أعداؤو وهاوما تيحاربوه، والوقت اللي بغى يهاجر ويخلي لهم بلادهم خلى لهم الأمانات والودائع ديالهم. يا أخوان شوفوا شوفوا وإنك لعلى خلق عظيم. واحد كيعيش مع الكفار وتيخون لهم وهو قالك مسلم، ولا قلت ليه لا راه ما خصكش تتعامل مع الكفار بهكا باش يشوفوا القدوة، يقول لك هادو عكفار هادو كل شيء كل شيء جائز حقهم هادو عكفار، ويبدأ يخون لهم وينهبهم ويشوفوا المسلم راه تيخون وتشد في الحبس على الخونة، راه شكون هذاك مسلم ماله شدينا خوان شفار، يقولوا وعلى الإسلام في أمر مليء بالخونة، وإذا كان الإسلام في أمر مليء بالخونة ما عندنا ما نديروا به، إمتى غيدخلوا هاد الناس الإسلام؟ ما عمرهم يدخلوا الإسلام على قبل هذا المصيب. نعم جاءه رجل أعرابي وجبدوا من الرداء دياله صلى الله عليه وسلم تحرجوا في الجنب حرجوا في الجنب ديال عنقه، قال له آتني من مال الله الذي آتاك، قال لي من أعطيني من المال ديال الله اللي أعطاك علاش ما تعطينيش، وجروا حردوا واحد الحردة خيبة تبنيه في اللحم دياله هو يدور عنده، قال لي غادي نعطيك ولكن هذا الشيء اللي درتي لي نديرو لك، قال لي والله ما تديرو لي، قال لي علاش؟ قال لي لأنك لا تجازي بالسيئة السيئة، عارف مع من تيدوي ولكن ما تحقرش عليه راه جرحتيه، بحال داك الصحابي اللي قال لي انا نشهد لك، قال لي انت ما حاضرش،
كيف تشهد؟ قال لي أشهد بأنك صادق. قال لي غادي نعطيكم المال ديال الله اللي ما نقدرش نمنعو عليك، ولكن هادشي اللي درتي لي يا خويا راك خصني تخلص منك. قال لي والله ما تخلص مني حتى في هذاك الشيء اللي درت لك. قال لي حين انت ما كتجازيش بالسيئه على السيئه، والناس اش قالوا؟ اللي درتي بحاله ما فتيه بوالو، والنبي عليه الصلاه والسلام فيتنا وخصو يفوتنا. الا ما فاتنا بحال هاد الاعرابي اللي ما تيفهمش وما تيعرفش، امتى غيفوتنا؟ راه هنا فين خصنا نبينوا اخلاقنا، هنا فين خصنا نبينوا باننا حريصين على ان نعطي عن الاسلام صوره يفرح بها الرائي. دار لك علاش غادي تخرج معاه شويه للطريق، ولكنك خليتي داكشي لله عز وجل رجاءك ان يدخل هذا الرجل في الاسلام، او على الاقل ان يتعاطف مع المسلمين. جاءه يهودي وقرا على الصفات ديال النبي عليه الصلاه والسلام بانه كذا وبانه كذا وبانه كذا وبانه حليم، بانه حليم. ايوا هذه كيفاش خصو يعرفها؟ خصو يدير معاه واحد المعامله، تسلفوا شي فلوس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كيتسلف من اليهود ومن غير اليهود. ولذلك الانسان الى المال ديالو مخلط بالحلال وبالحرام، واحتاجي تتسلف من عنده غادي يسلفك، سير تسلف عنده رد ليه شغله، راه ما فيها والو. الله يجازيكم بالخير. المهم هذا يهودي تسلف للنبي عليه الصلاه والسلام، ودار معاه الوقت اللي غادي يجي يرد ليه رزقه، هو جا قبل من الوقت، لان الغرض ديالو باش يجبد ديك الصفه اللي قرا على النبي صلى الله عليه وسلم خصو يجبدها منه عمليا. جا لعندو قال لي أنا يرزقي، انتم يا بني كذا قوم مطل، انتم كتبقوا تماطلوا في عباد الله وتبقوا باش تديوا لهم رزقهم. عمر رضي الله عنه ما عجبوش الحال، ونيت ما خصوش يعجبو الحال، لان يهودي جاي كيتكرس على النبي صلى الله عليه وسلم، راه ما غاداش تفرط لعمر رضي الله عنه. قال لي امرني على هذا الويل هذا نهنيك منه. قال لي ماشي هكاك. قال لي انا قول لي ادي للراجل رزقه، وهو قول لي يطلب مني غير بلاتي هي احسن، ما يعنفش عليا. فهذاك اليهودي قال انا راه ماشي غرضي، وانما غرضي اننا قرينا بانك رحيم وكذا، وبغيت نعرف هذه الصفه فهي فيك، فدخل في الاسلام. ايوا سير انت عيش في فرنسا، واحد الفرنساوي كافر تيتعامل معك وخون ليه واحتال عليه وكذب عليه، وإلا قال لك شي مسلم علاش كدير معاه هكا؟ قول لي راه هو كافر لا حرمة له. إوا تسنى هذاك الفرنساوي متى غيدخل الإسلام؟ إلا بقى معاك أنت ما عمرو حلم يسمع كاع الإسلام، واش يفكر يدخل فيه؟ خصنا نردو البال، خصنا نردو البال. الله يجازيكم بخير. لأن دابا المصيبة اللي واقعة شنا هي؟ المسلمين مساكن مشاو من البلاد، من بلادهم، ومشاو لبلاد الكفر، عايشين مع الكفار تما، كيتعاملوا معاهم بالكذوب، بالغش، السرقة، بالنصب، الاحتيال، ويعني بجميع الجرائم كيتعاملوا بحجة أن هاد الناس راه كفار. إوا راه الكفار أوجب الله عليك أن تدعوهم للإسلام، ماشي قال لك الله تعامل معاهم بسوء المعامله واخونهم وسرقهم ودير لهم، هذا هو الواجب. طيب، وانس بن مالك رضي الله عنه كيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما عمرني درت شي حاجه وقال لي علاش درتيها، ولا شي حاجه ما درتهاش وقال لي علاش ما درتيهاش. وعائشه رضي الله عنها كتقول بان اليد ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربت يده رجلا ولا امراه الا في حرب،
إلا في حرب. في الحرب راديك الساعة أنت في حرب، لكن غير هكاك مع المسلمين ومع عامة الناس وإنسان باغي زي على شي حاجة ويضربه أو يضرب المرأة أو كذا، ما ضربت يده قط رجلا ولا امرأة صلى الله عليه وسلم. وكتقول عليه عائشة رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. يعني الصخاب بالأسواق هو ذاك اللي كيغوت السوق، ذاك اللي كيغوت السوق. كاع عباد الله كتشوفوا كاع عباد الله سيقال الاخبار، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كيغوت السوق، كان يتكلم بكلام مؤدب مهذب، كلام يسمعه الذي المتحدث اليه ولا يصخب في الاسواق. انا كتعرف الاسواق اماكن الصخب، هذا كيغوت والغنمية 600 وهذا الاخر واسميته ما نعرف، والبطاطا اليوم فابور من كتمشي كيقول لك 40 ريال ايوا قال فقي انت قلتي فابور، ولا كيقول وهذه غير بجوج دراهم وهذه غير بجوج دراهم، ملي كتجي كتقول لي شحال هذيك كيقول لك لا هذيك ثمنها بوحده هذيك 1000 فرانك. ايوا كاع لي يابا صدق، الصدق يا اخوان صدق، الانسان اللي يصدق يبارك الله له في حياته. نعم المشركين منين غلب الله الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين في مكة وفتح الله مكة على يديه صلى الله عليه وسلم وتمكن منهم، قال له ما تظنون أني فاعل بكم؟ يا الله أشتظنوا أنني غادي ندير لكم اليوم، قتلتوني ودرتوني وكذبتوني وعذبتوا صحابي وقتلتوهم وجريتوا علينا من مكة واخذتوا لنا أموالنا واخذتوا لنا الخيرات ديالنا، ها احنا اليوم تمكننا منكم، ايوا اش تقولوا غادي ندير لكم؟ قالوا لي اخ كريم ابن اخ كريم، قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، سيروا سيروا حالتكم. وانك لعلى خلق عظيم، راه عرفتي شكون اللي قال وانك على خلق عظيم؟ اما قالهاش فلان ولا علان ولا، قالها العظيم سبحانه وتعالى. وناهيك بالعظيم ان يقول عن خلقه صلى الله عليه وسلم انه خلق عظيم. جاء رجل اعرابي، جاء رجل بدوي بحال داك البدوي اللي جبد ليه وحرده، جاء واحد البدوي اخر ودخل للجامع، سال واحد البليصه وبدا يتبول. الفقيه راه الجامع هذا الصحابه انتهروه ونضوا ليه، بغاو يذوقوه شويه ديال العصا، لان المسجد هذا وتتبول به راه قضيه خيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم زقاو عليه، خليوا الراجل تيكمل شغله على خاطره، حتى هو بقى تاكمل المسائل وكذا. قال ليه راه هذا الجامع راه بيت الله، راه انما وضع للصلاه ولذكر الله وقراءه القران. قال يا ربي ترحمني وترحم محمد صلى الله عليه وسلم وما ترحم معنا حتى واحد، هو كانوا غيصلخوا يدعي معهم يرحمهم الله. وانك لعلى خلق عظيم. شوف معاويه بن الحكم السلمي قال لك فوالله ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن منه، ما شفت ولكن
الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيشوف بعيد، ديك الشوفه اللي ما عندناش حنا اليوم. حنا ما كنعرفو غير الانتقام. الشريف راك بالحيتك وراك تتصلي وراك الحمد لله تيشوفوا فيك الناس السمت ديال الاسلام، واخا هذاك خسر معاك، رفع شويه المستوى ديالك وزيد حالك باش تخلي الصوره ديال المسلمين مزيانه. لا والله تنوري المسلمين اش كيسوا، اش هو غادي توري، راك غادي تشوه المسلمين. ولكن شنو هو السبب؟ ما عندناش هذا البعد الدعوي، البعد الدعوي اللي تقريبا فقدناه في الاحاسيس ديالنا. ما وليناش حنا كنهزوا الهم لغيرنا انه يدخل لهذا الخير اللي حنا عايشين فيه. يكفي انني انا كنصلي وانا راه كنتعلم الدين وراه كنحضر الدروس وكنحضر الجمعه وماشي شغلي في شي واحد اخر. لا ما تقولش هذا الكلام دائما يا اخوان، خصنا نعسو به ونوضو به الهم ديال اننا غيرنا خصو يذوق من هذا الخير. دائما هذا الهم خصنا نعسو به ونوضو به، راه فقدناه في حياتنا، فقدناه في الشعور وفي الاحاسيس ديالنا. ما بقى حتى شي واحد كيخلي فين يدوي مع الناس. قطع علاقته مع جميع الناس، مخسر علاقته مع جميع الناس. علاش؟ قال لك واحد هو شاد في الاسلام بالمعقول. كون شديتي في الاسلام بالمعقول غادي تفكر ان هذوك الناس ان شاء الله يدخلوا الاسلام على يدك، ها من الدنيا وخير لك من حمر النعم. ولكن احنا هذا الحس ما بقاش عندنا يا اخوان، راه ما غاديش نكونوا احنا احسن من النبي عليه الصلاه والسلام ولا اغير منه. راه دابا الانسان الى بان في المسجد وتشوف اش غنديروا ليه، اللي ما دار ليه والو يعطيه ضربه للقفه، هذا اللي ما دار ليه. اما اللي ما ضرب ما والو يقول هذا الكافر بالله، هذا الكافر صافي في ساعه غادي يدخلوه في الكفر ويحكم عليه بانه كافر صافي. ولكن شنو هو سبب هادشي كله؟ الجهل بالدين وعدم التحمس للدعوه اليه. جاء عند رجل اخر قال له اعدل يا محمد فانك لم تعدل. اش قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن يعدل ان لم اعدل انا؟ قال لي لما درتش انا العدل شكون اللي غادي يديرها وليدي؟ الصحابه بغاو، قال لهم زقاو عليه منين مشى، قال لهم هذا غادي يخرج من الصلب ديالو من تريكته ناس تحقروا صلاتكم مع صلاتهم، تحقروا صلاتكم مع صلاتهم، زعما في العباده وفي التخشوع وفي التشدد يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، ويقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. وعاشوا معهم الصحابه، خرجت واحد التريكه اللي سميتهم الخوارج، كفروا جميع الصحابه وتقاتلوا مع الصحابه من تريكت هذا اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فانك لم تعدل يا محمد. وعبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق اش قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك منين قالوا ليه انا اقتله قال لهم لا، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وقال لهم نحسن اليه ما عاش معنا، ما حد عايش معنا نحسن اليه. هو عارف منافق وعارف قال كلام قبيح في النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين بلسانه، وكان وراء ديك الحمله ديال قذف عائشه رضي الله عنها في الزنا كان وراها. ومع ذلك منين مات جا ولده عند الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه شامير ديالو باش يتكفن فيه ويتدفن فيه. وانك لعلى خلق عظيم.
إنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. شوفوا يا أخوان، القضية مهمة جدا أننا نتعرف على الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني ملي كيتعرضوا عليه جوج ديال المسائل وخصو يدير وحدة فيهم، كيتخير ديك اللي ميسرة، كيتخير ديك اللي ميسرة. دائما كيسلك سبيل التيسير وينفر من سبيل التعسير. يا إخوان، إلى واحد الإنسان دار واحد الحاجة وهي الشرع دايزة الحمد لله، الشرع مزوزها ولكن كاين حسن منها، راه ماشي لشتي واحد الإنسان دار ديك الحاجة اللي كاين حسن منها واخا الشرع مزوزها وتبدا تنكر عليه وتبدا تخاصم عليه وتبدا تعنف عليه. كان مسكين عنده مشكل نحن نعرفه، صلى الله عليه وفرج عنه. أبو أيمن، أبو أيمن صف، نسأل الله لا يبتلينا في أهلنا. فهو عنده مسكين شي جني أو مجموعة من الجن عنده في البيت، شي شاد له مرته، شي شاد له بنته، شي شاد له ولده، وكل شي تيطيح له. دابا ماشي بعيد يكونوا طاحوا له ولا هذا هو. صلى الله يعافيهم يا إخوان، هذا هو الأمر. يا ما شاء الله. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عن شيء، صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. ما يمكنش تجي عنده على شي حاجة وقاد عليها ويقول لك لا أبدا إلا إذا ما قدتش عليها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. صح، وكاين شي ناس كيجيو كيبقى يقولوا أعطينا 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 حتى ينفد ما بيده صلى الله عليه وسلم. صافي ما كيبقى عنده والو، كيقول لهم ما بقى عندي ما نعطيكم. هذه أخلاق يا إخوان. خصنا حنا ملي نقولوا بأننا نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونريد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك، وأن القدوة ديالنا والأسوة ديالنا في ديننا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجانب ديال الأخلاق ما خصناش نهملوه. الله يجزيكم بخير، ما خصناش نهملوه. كاين واحد الكتاب مهم، كتاب مهم، واللي قدر يشريه يشريه، الله يجزيكم بخير. كتاب مهم جدا جدا، جيد تواضع ديال النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف اللي كتبين تواضع دياله، أنه كان يجلس بين أصحابه ولا يكاد يعرفه السائل. يعني من تيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه اللي جاي من البادية كيسول على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا شافوه ما يعرفوش بيناتهم، فكيقول لهم أيكم محمد، شكون فيكم اللي محمد؟ كيقول له أنا. عاد كيقول له تعالى نقول لك أسيدي. يعني من التواضع كيجيب يعني الصبر ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وكيجيب الحلم، وكيجيب واحد المجموعة ديال الأخلاق اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصف بها ويفتقدها المسلمون اليوم في حياتهم. جاء راجل لقى الرسول صلى الله عليه وسلم شد دري صغير تيبوس فيه، قال لي وانا راه عندي عشرة منهم ما عمرني دفت شي واحد. قال لي وانا غادي ندير لك الى ربي نزع الرحمه من القلب ديالك، ما عندي ما ندير لك.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتش على ركابه ويدير يديه وتيركب عليه الحسن والحسين ولاد بنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا تيركبوا عليه وتيبدي يدور بهم حلا مركبهم. واحد قال لك انا كندخل الدار النفس كتقطع ما كاينش اللي يدوي اساسا هذا الهضره خير الخلق صلى الله عليه وسلم راه كان تيحبوا تيركبوا عليه الدراري. وكان بعض المرات تيسجد وكيتجي بنت بنته ولا يجي ولد بنته صغير وتيركب ليه فوق راسه تيبرك ليه فوق راسه وكيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد تا كاينو داك الدري على خاطره تا كيلحق هو دابا راه راكب الدري صافي اللي كيلحق كينزل اللي كينزل عاد الرسول صلى الله عليه وسلم كيهز راسه من السجود. حنا الدري غير كيجي حدانا الى تنصليو غير تيجي تي ما تيعرف والو مسكين يجي يبقى يشوف فيك ويبدا يدوي معاك وكذا ولا تيشوش عليك بشي حاجه غير كتقول السلام عليكم الاولى على اليمن الثانيه على اليسر بالترفيقه مع داك الدري ما كتمسوش حتى كيزوي الدري بحال قرص وحنش امالو واكنت كنصلي وجا كيدوي معايا وتيدير ليا وتيشوش عليا أسير أوديها فراسك. راه اللي ما رباش راسو يا إخوان على الأخلاق راه صعيب الحال وهذه هي الأزمة كما قال بعض أهل العلم أزمة الأمة أزمة أخلاق. الأزمة ديال الأمة أزمة أخلاق. تقدر تلقاه الحمد لله عقيدته مزيانة لا يشرك بالله عز وجل قلبه صافي مع الله مخلص موحد الأمور ديال الشرك القولية والاعتقادية والفعلية يتجنبها كما يريد الشرع والعبادة الحمد لله يتحرى أن يبنيها على الثابت من الأدلة والراجح من أقوال أهل العلم هذا شيء جميل. لكن مسكين كتلقى عنده فقر ماشي فقر الدم مازال فقر الدم كما كيقولوا راه كيتعوض كتلقى عنده يا اخوان فقر في الاخلاق وكتلقى عنده ازمه اخلاق فهذا يسيء للاسلام ويسيء لنفسه ويسيء في حق الناس بسوء اخلاقه هذه. وكاين قلنا هذا الكتاب نقولوا العنوان ديالو الأكمل من هدي النبي المرسل لخير الدين وانلي ورا مجلد غليظ شوية حين كتبته غليظة ولكن كتاب مهم جدا كيتباع مهم ما فيتش 80 درهم ما فيتش قيمت جوج دلاحات تاكلهم سمح بدوك جوج دلاحات وشري هذا الكتاب الله يجازيكم بخير. حيت دابا الا قلت لي كتاب 1600 او كتاب كاع 1600 خاص معاك الخير اللي كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم باش دير بحاله ما هو ما تعلمتي والو ما بقى معاك والو كلتي الدلاح ولحتي الدلاح وغتبقى بحال الدلاح. لان احنا دابا إلا درتي مكتبة نعطيوك غير 4 شهور مكتبة إسلامية ديرها في الحي نعطيوك 4 شهور ولا 3 شهور كاع وسد مكتبك وسير في حالاتك. ولكن ندير داك الكومير الصغير وسط منه كاشير وسط منه البطاطا مقلية وسط منه شلاضة وسط منه والموسيقى خدامة وزيد عاوتاني وغادي تشوف الرواج كيدير والفلوس كي داخله. احنا راه والو يا اخوان راه احنا امه يلا كنفكروا كنظنوا باننا تخلقنا باش ناكلوا ونشربوا ونمشيوا للمرحاض ونلبسوا وننعسوا ونفيقوا ونخدموا ما كاين حتى شي فرق بينه وبين التراكتور. التراكتور راه الحرث كيمشي بات في الكوري ولا فين كيبات صافي. احنا راه امه يا اخوان خصنا نتعلموا ديننا نتعلم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام باش نكونوا عليها.
وهذا الشيء اللي دوزنا راه غير شي حاجه من كثير. وكاين عاوتاني كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، هذا هو الكتاب المشهور. وكاين قبله كتاب الشمائل للامام الترمذي، كتاب الشمائل للامام الترمذي، بعده كتاب الشفاء للقاضي عياض، وبعده هذا الكتاب اللي قلت لكم. لكن انا افضل احنا على حسب القرايه ديال المدرسه، الناس كيبغيو غير شي حاجه مكتوبه بالكبير وواضحه وما معقداش بزاف، انهم يشريو هاد اسميتو هاد الكتاب ديال خير الدين وانيلي، ذاك الكتاب اللي قلنا العنوان ديالو الاول، باش نعرفوا غير الاخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم ونحاولوا نربيو ريوسنا عليها. ترى الله عز وجل قال ليه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا، يعني خشن عنيف. ترى بعض الاحيان بعض الشباب غير كيعرف راسو داك الكلام اللي تيقول ديال الحق خصو يعطيه بالمطرقه، لا الكلام ديال الحق قولوا بواحد الكلام بواحد الاسلوب ديال الحق. اذا اردت ان تامر بالمعروف فليكن امرك بالمعروف معروفا، واذا اردت ان تنهى عن منكر فليكن نهيك عن المنكر غير منكر. هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع اخطاء الغير، مع اخطاء الناس. لا إله إلا الله. ثم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك الرجل إذا نابه شيء في صلاته فعليه أن يسبح. الرجل إذا بغى ينبه على شيء حاجة في الصلاة دياله وهو يصلي فليسبح، يقول سبحان الله. أما التصفيق فهو للنساء، يعني التصفيق خاص بالنساء والتسبيح للرجال. قال لي إن منا رجالا يأتون الكهان. قال لي كاين شي ناس منا، دابا هذا معاوية بن الحكم السلمي قريب عهد بجاهلية أو بإسلام، يعني يالله أسلم بقي جديد في الإسلام، مازال ما عرفش بزاف ديال الأمور. وهذا هو السبب اللي خلاه أنه الرجل عطاته قال لي يرحمك الله وهما في الصلاة. قال لي راه كاينين شي ناس في القبيلة عندنا تيمشيو عند الكهان. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تأتيهم. قال لي ما تمشيش عند الكهان، لأن كما شفنا مجرد الذهاب عند الكهان لا تقبل الصلاة 40 يوما إلى غير مشيتي. أما إلى تيقتيه فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم كيقول بأن الذهاب عند الكاهن وسؤاله محرم إلا في حالة واحدة، إلا بغى يمشي ويبين لذوك الناس اللي تيدلس عليهم ذاك الكاهن وتيكذب عليهم، إلا غادي يمشي هذا الإنسان ويفضحه ويبين الكذب ديالو الزور ديالو لذوك الناس. فهنا بعض أهل العلم يقولون بجواز الذهاب، لأن هنا الذهاب فيه مصلحة شرعية وهي بيان الباطل وإحقاق الحق. وكثيرا ما يحدث لبعض الكهان أن شي إنسان كيمشي تما كيقرأ القرآن تيخسر ليه كل شيء، ما كتبغيش تسقم ليه الخدمة. وهذا الأمر حدث وخبرنا واحد الاخ ديالنا سي عبد السلام الله يجازيه بخير انه تيعرف شي ناس، شي وحده مشات عند شي كهانه، وهذيك الكهانه منين بدات كتقول
بالشيطان الرجيم بالشيطان الرجيم آمين الشيطان الرجيم أنت هنا آمين الشيطان الرجيم آمين الشيطان الرجيم يعني أنها تستغيث بالشيطان الرجيم وتقول آمين أي استجابة للشيطان الرجيم وما كتقولش رجيم آمين الشيطان آمين الشيطان فهذه المرأة قد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول نضي نضي خربق تيري كل شيء نضي نضي كل شيء تخربق لأن هي كتستغيث بالشيطان وهذه كتستعد بالله من الشيطان وتخربق لها كل شيء لك شيء لكن إمتى كيتسقم لهم هذا الشيء اللي كنمشيو عندهم حنا بحال الضبوعة كنمشيو بحال الضبوعة ونعتقد بأن الكاهن يعرف كل شيء وسيجيبني عن كل ما أسأله وأنه كذا وكذا وكنمشيو مضبعين كي يقول لك فاطمة سعدية فاطمة حليمة أضرب عش كيجي كتقول لي حليمة مرت خويا يقول لي هي 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 الكافرة بالله هي 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 الكافرة بالله راه غير لاح لك ربعة سميات لا بدا في الفاميلا غيكون شي واحد مسمي بدوك السميات ها واللي قلتي ليه فلان كيقول لك هي 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 الكافرة بالله مالها هي اللي ساحرة عليك صافي وتبدا الفتنة وتبدا الطلاقات وتبدا الخصومة مع الفاميلا والمصايب الكحلة ولكن باش يضحكوا علينا لان احنا ما تنقراوش باش نعرفوا هاد الامور والنهار ان شاء الله الامه غادا تتعلم وتفهم هاد المشعوذين غادي يمشيو ويبيعوا الكرموس فصل الكرموس وقت الكرموس ويبيعوا المشماش فوق المشماش ويبيعوا البلوط فوق البلوط ويحيدوا من ها ويحيدوا من الدجال والتخراف على عباد الله الجن قال لك حنا كنخدموا معاهم تيوكلونا الدم تيشربونا الدم وتيوكلونا اللحم المسوس حنا خدامين معاهم الا ما خدمناش معاهم مين غنجيبو هادشي هما اللي تيدبحوا لينا تيدبحوا لينا في شعبانه اسمعوا هذا راه كلام الجن كيدبحوا لينا في شعبانه وفي الميلود وفي ليله 27 وفي عاشوراء هاد اربع المناسبات سبحان الله يا اخوان تكثر فيها الشعوذه والبخور وكثره الدخول والخروج وقلت ليها هي كتكونوا ناشطين في هذا الوقت قال لك بالعكس كنتعذبوا لان كتكثر عند الخدمه عند المشعوذ وكيمحلنا بزاف كيتمحنوا نعم حيت اللي كاين اللي مشدود بزاف ما مشدوش الخاطر وعلى كل حال نحذر الامه لا الرجال ولا النساء من هذه المصيبه ديال الكهانه راه غير تيضحكوا شتو دابا كيديروا سمياتهم وتصاورهم والهواتف ديالهم ها في الجورنال وفي الجرائد وفي المجلات ها باش ياكلوا اموال الناس ويضحكوا على الناس ويهدموا الناس عقيدتهم في الله عز وجل ولكن الامه الا بقات غافله راه غادي يستافدوا المشعوذين ولكن النهار اللي الامه تفيق ودابا سول منين طفلوا الغيطة قال لك قضاو علينا صحاب الدقالة المراكشية غادي يجي واحد الوقت اللي منين الدقالة المراكشية غايقولوا قضاو علينا هاد مالين الحياة ولو الناس كيديروا المناسبات وتيجي واحد يجلس ويقول لهم قال الله قال الرسول ما بقاو ناس كاع تيعيطوا علينا غنمشيو نقلبوا على شي خدمه ولكن ما حد الامه باغا تشطاح والامه باغا تنشاط والعيال تيشطحوا والذكور تيتفرجوا والامور مرونه والشيطان باغي يضحك وباغي يشطح حتى هو راه غادا تكون عند هادو الخدمه تكون عندهم ولذلك الله المستعان ما كاين ما قال لي فلا تأتهم والنهي عند أهل الحلم للتحريم فيحرم على المسلم أن يذهب عند الكهان طب أن الذهاب عندهم كما قلنا لا تقبل له صلاة 40 يوما قال
ومنا رجال يتطيرون. وكاين منا شي ناس يتطيرون. اش قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. اشنا هو التطير؟ التطير هو هذا اللي معروف عندنا هنا بلادنا، كيخرج مع الصباح، كينوض مع الصباح، صلى الصبح ديالو وفطر ولبس حويجاته وغادي خارج وتلاقى مع موكا. بعدها أنا المدينة ما كتخلي لا موكا ولا الغراب، تهنيتو ومرا كرات طيارة دائما كينا. كيخرج كيتلاقى مع موكا كيقول صبحنا على الله، كيرجع للدار. هذا النهار ما غاديش يخرج زوين، علاش؟ الفقيه قال لك تلاقيت مع موكا أسيرة وين خدمتك؟ لا لا لا، الخلصة ديال هذا النهار غير ياخذ يزيدوا معاه حتى غدا، ما خارجش للخدمة. اليوم إلا خرجت غدا طرا لي شي حاجة. واش فهمتوا التطير؟ التطير هو هذا. ولا من الناس من يتطير من بعض الناس، كيخرج كما قلنا مع الصباح ما شافش موكا وإنما شاف حمد ولا شاف عبد القادر، وهو في اعتقاده بأن ذاك عبد القادر ما مزيانش خايب. إلا شافوا الإنسان ولا صبح عليه الإنسان ذاك النهار كيدوز صر. سمعتوا يا أخوان؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، هو اللي تيقذف في القلب ديالك الشعور بأن راه شفت كذا غادي يطرى ليا كذا. شكون اللي كيعرف اش غادي يطرى ليه؟ لأنك فين تطيح؟ تطيح في علمي، في علم الغيب، وانت من هنا الخطوة ما عرفتيش اش غادي يطرى ليك. فكيف كتقول بأن هذا النهار غادي يخرج نحس؟ ربما هذاك النهار يكون هو النهار الزوين في الشهر عندك وفلتي هذا الزغبي بموكا ولا بعبد القادر ولا بحاجة أخرى. واش فهمتوا؟ فهذا من الشيطان، ذاك شيء يجدونه في صدورهم. والطيرة من الشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا التطير من الشرك. والإنسان لا بد الإنسان كي يهدف عليه الشيطان مرة مرة بواحد الحاجة، لا بد يهدف عليه بواحد الحاجة ولو ما يردش ليها البال وتيديه من هذا الباب. فالإنسان من أن يحس بشي حاجة من هذا الشيء، يسترجع ويستعد بالله عز وجل ويقول آمنت بالله ويمضي في العمل دياله. كيقول يا لطيف فين ما كنمشي لذاك الجامع لا بدك تطرى لي شي حاجة، هذاك الجامع منحوس. كيرجع الجامع منحوس، كيقول لي واحد النهار مشيت باطي الله شريته اللبسة الأولى داوه ليا، النهار اخر بغيت نمشي ليه زلقاتني جلسه ديال البنان طحت راني باقي مفدوع، النهار الاخر بغيت نمشي ليه طحت مع واحد خينا كيتسني شي فلوس وشنق عليا. هذاك الجامع يلاه تصلي، لا لا خويا لك الجامع منحوس، وكيولي يسمي الجامع منحوس. مالك ما تقول انت هو المنحوس؟ الجامع وأن المساجد لله، المسجد راه بيت الله عز وجل، ولكن الشيطان هو اللي تيدير ليك ديك الأمور باش تقول هذا الجامع منحوس الآخر منحوس. وشكون اللي زوين الدار؟ راه غير إلى استطاع، ردوا البال، إلى استطاع الشيطان يقنعك 100% بأن الصلاة في الدار بركة عليك، راه ربح معك 50% ديال المعركة. دخل منك النص تجيبه، داك النص الآخر غادي يجيك من جهة أخرين. غادي تجيك المرأة واسي فلان وانت ديما حالتك هي هذه، تا كان بغيو ناكلو عصنو بنتا تصلي. سبحان الله العظيم، بحال لك تحس بيا بغى نسخرك، عا كان بغي نسخرك كتنوض تصلي، ويبدا يجيب لك هادي ويجيب لك الدراري ويجيب لك كذا ويجيب لك كذا، حتى هذيك الصلاة اللي في الدار كيفوت عليها الوقت. تا كيتجمع عليك يومين ثلاث ايام
ايوا كيقول لك وانت دابا يومين وثلاث ايام واربع ايام وزعما هاد الصلاه ديال ثلاث ايام واربع ايام باقا مقبوله، كون حطيتيها في الثلاجه كون راه ناض فيها الدود بقى عايله هكاك مطلوقه. والمهم عرفت اش غادي دير غدا؟ غدا بدا الصلاه مزيان، واخا تعيط عليك المراه سير صلي، كيجي يدير فيك شويه عاوتاني باش ما تشكش، باش ما تشك يدير فيك شويه ديال الحماس، كتبقى عاوتاني داك الحماس واحد 3 ايام 4 ايام تيطيحك عاوتاني. كيجي واحد المره كيقول لك اسي انت دابا غادي، دابا في حقيقه انت ما شاب صلاه مزيان ما محيد منها بالمعقول. ايوا شنو مع احنا دابا كنتشاوروا مع ابليس بزاف هنا، واشنو المعمول؟ وانت دابا غير كتكرفس على الصلاه وكتكرفس على راسك، اما شد الصلاه وكون متقي الله وكون بحال الملائكه، ولا دير كما كيديروا الناس وانت كاع تشد لانتريس ولا تكبر كاع وديك الساعه راه غادي تبالي بالصلاه مزيان، كتقول لي وقيلا وتنتشاور تنتشاور زيد زيد تكيد كتقول عنده الحق. أصلا إنسان يشدها بالمعقول ولا يحيد منها بالمعقول. فلان ما كيبقى يصلي لا في المساجد ولا في البيت لأنه عزلو، حيث ملي كيتحاكم على المسلمين الحمد لله ملي كيقول السلام عليكم كيشوف الصف قدو قداش على اليمين، السلام عليكم كيشوف المؤمنين قدهم قداش على اليمين قدامه تلاف صورة، وكيحس بأنه ماشي بوحده، وكيحس بأن هذاك راه جاي من 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 كيلومتر، إلا هو جاي من 100 متر راه كاين اللي جاي من كيلومتر. اه فلان شفتو تبارك الله ساكن 17 كيلومتر وجاي صلى معنا وصلى معنا ما شاء الله، وكتحس ها المؤمن كيكون قوي مع جماعه المؤمنين ها في المسجد وفي الدروس وفي الزيارات وفي اللقاءات، ماشي نمشيو نديرو جماعه عاوتاني ردوا البال ونسميوها المؤمن قوي باخوانه ضعيف بنفسه، زعما اشنو اجي ندخل لجماعتنا؟ ماشي هكاك. المؤمن يحرص على صلاة الجماعة مع المسلمين، يحرص على الدروس في المساجد مع المسلمين، يحرص يدير العلاقة دياله مع أناس طيبين أناس أخيار يزورهم ويزورونه ويتذاكرون في الله وفي دين الله عز وجل، هذا هو المؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، ماشي نديروا جماعة وندخلوه أو ضعيف قوي. إذن التطير إلى الإنسان حس بهذا التطير اش يقول؟ استعذ بالله عز وجل، يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا خير الا خيرك، وليمضي في عمله، يمضي في العمل ما يتراجعش، لان هذاك العمل اللي فيه الخير ليه هو كيتراجع عليه بهذا التطير اللي هو من الشرك. قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قالوا بعض أهل العلم أن هذا النبي اللي كان كيدير الخط في الرمل كيجي للرمل وكيدير خطوط وكيقول شي حاجة هو إدريس عليه الصلاة والسلام، وكيقول بعض أهل العلم بأن هذه من المعجزات اللي أعطاها لها ربي سبحانه وتعالى، كيجي التراب الرمل وتيدير خطوطة وتيمسح شي حاجة ويخلي شي حاجة، وكيقول لك بأن هذه الزوجة مثلا اللي غادي تزوج بها فيها الخير إن شاء الله مثلا. فهذا كان من, من, من الأمور اللي أعطاها الله لهذا النبي. فكانوا بعض الناس من بعده اش تيديروا؟ تيجيب دري صغير وتيدير خطوطه بالزربه في الرمله وتيقول الدري مسح جوج الاولين، مسح جوج الثانيين، مسح جوج الثالثين، مسح جوج الرابعين، كيشوف الا بقاو في الاخر جوج كيقول ليه راه هذا العمل اللي غادي تمشي ليه راه مزيان، ولا بقى في الاخر واحد
كيقول لي هذا العمل اللي غادي تمشي ليه راه خايب. واش فهمتوا قضيه الخط بالرمل؟ فهنا قالوا بانه كان معجزه لادريس وانه نسخ بوفاته وان الناس اللي بقوا تمسكوا به وانما يتمسكون بامور مبنيه على الظن والتخمين وانها لا تغني من الحق شيئا. فاللي وافق وافق ذاك بعلم الله احنا ما عرفناش، واللي ما وافقش ما وافقش، المهم ان استعمال هذا الخط بالرمل لا يجوز، ما يجوز الانسان. لان نقدر مثلا دير عشرة شراطي، ما غاديش نقولوا عشرة، دير شراطي 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 شراطي، غادي تحيد جوج الاولين جوج الثانيين جوج الثالثين جوج الرابعين، غادي تقول انت مع راسك الى بقاو جوج خطوطة مرتي غادا تولد دري، ولا بقى خط مرتي غادا تولد بنت، ممكن. فانت كدير 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 بقى خط، اش غادا تولد مرتك بنت. المهم قدر الله المرأة جاء كذا كذا ولدت بنت، واش غادي نقولوا بان ذاك الخط اللي كنتي درتي عطاك علم صحيح بانه هادشي غيوقع؟ يعني كانت مساله ظن وتخمين فقط، ظن وتخمين لا يبنى عليها مضي ولا تراجع، وان المؤمن ما خصوش يستعمل هذه المسائل ديال الخط ويبدا يعني يبني عليها هذه الامور، لانها من الامور التي خص الله بها نبيا وبعد وفاته قد انتهت بانتهائه، واللي باقي شادينها هما المشعوذين. المشعوذين وكيكذبوا على الناس، زيدوا على الكارطه الكارطه وزيدوا على القلب ديال السكر وزيدوا عليها الشمع كل شيء هذه الامور، وزيدوا عليها ذاك الكف ذاك العظم ديال الكتف اللي كيكون في الحولي والكتف اللي كيكون في الكتف، وزيدوا عليها خمسة وخميس اللي كيقولوا، يعني كل هذه الامور كيستعملها المشعوذين باش كيدير واحد الوراق وطاطو كيهز كيهز كتبقى ورقه كيقول لك انت كذا وكذا وكذا وكذا، وانت كتمشي كتبني على اليقين وكتمشي كتطلق مرتك الغد ليه وكتبيع الدار اللي عندك وكتبدل، حيت هذاك راه قال لك ديك الدار غادا تولد لك واحد المسخوط، ها منين غيكبر غادي يقتلك، وراه المراه غادا تبيع الدار فوق ظهرك وراه غيطرى لك، سير لشي بلاصه اخرى. كتطلق المراه وكتبيع الدار وكتمشي تكري في شي قنت وكتسلط عليك شي مسخوطه اليوم تدي لك 1000 درهم، غدا 2000، غدا 3000، غدا 4000، ها المشعوذ خرج عليك، لا مراه لا دار لا فلوس. وشحال من واحد خرج على الاسره ديالو بالمشعوذين والكهانه، وشحال من عائله تفارقوا وتخاصموا وتقاتلوا بسبب الكهانه. ولذلك ردوا البلاياوي، شي ناس اللي بعض المرات كيطيح لهم شي واحد فيه شي مريض ولا شي مريضه، كيطلع وكيبدا يقول شتي فلانه المرض اللي فيها راه فلانه اللي سحلات ليها، وتيبداو يرخيو ودنيهم وتيردوا البال الناس لهاد الهضره بزاف وتيتيقوها. وهو شنو الغرض ديالو؟ الغرض ديالو غير يفتنهم ان يضرب بعضهم ببعض ويتهنى هو يبقى في ذاك الجسد. الله إذا الله يجزيكم بخير، لا تستمعوا لهذا الشيطان الذي يتلبس ببعض النساء أو ببعض الرجال، لكنه في النساء كثير. ما تنتش له أنه من تيطيح شي واحد أو شي وحدة وكيبدا يقول لكم فلان فلان اللي دار لي، وهذاك راه غيدي لفلان، وهذاك راه حاط لفلان، وهذاك راه رش على فلان وكذا. الله يجزيكم بخير، ما تنتش راه غير تيبغي يدير الفتنه بين العائله وبين الناس الاحباب والاقارب، باش هو يعني قد ما تفتنوا عليه وتشغلوا عليه راه هو تيتمرح مع راسه. ردوا البال. لكن للاسف ان بزاف تاع الناس كيثيقوا بهذا الشيء وكيمشيو كيوقعوا طلاقات، كتوقع قطيعه الارحام، وكتوقع بزاف ديال المصائب والاتهامات والقذف وبزاف ديال الامور اللي ما خصهاش تكون بين المسلمين، لان الشيطان الغرض ديالو ان يوقع العداوه والبغضاء. ياك سيدي باي طريقه، بالشراب بالقمر بهذا الشيء اللي كيقول
وردوا البال. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رزع من سفر تطيرا. يعني راه هاد الناس اللي كيوقعوا في هاد الشيء راه ما غاديش يكونوا من أصحاب الدرجات العلا إلى كاع دخلوا الجنة. شكون هاد الناس اللي تكهن؟ يعني طلب من يتكهن له بما يريد أو استقسم. الاستقسام بالأزلام كان في عهد الجاهلية كيديروا أقداح معينة وكيضربوها كيقولوا هي يكون ولا ما يكونش، هذا من نوع التكهن. أو رجع من سفر تطيرا، كما قلنا قبيلة راه جمع حوايجو مقاد باليزو وراه غادي يسافر، غادي يسافر وهو غادي في الطريق باش يمشي يشد الكار ولا باش يمشي يشد الماشينة ولا باش يمشي يشد الطيارة. ها تسمع في الراديو، تسمع واحد الحادثة ديال السير وقعات، يقول لك لطيف 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 نشكو علينا، ارجع اخويا انا مقاع ما مسافر هذا النهار، وكيرجع في حالاته. علاش؟ قال لك سمعتهم في الراديو، قال راه طرات واحد قصيدة وانت مالك. فهذا من التطير اللي مولاه كيدخل في الشرك، وخص الناس يحيدوا من هالتطير. حنا عندنا بزاف ديال انواع ديال التطير بزاف، لكن الفعل الحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. حال مثلا كنت غادي كتقلب على شي حاجه مضرة لك وسمعتي شي واحد دوا مع شي واحد قال لك غادي تلقاها، غادي تلقاها ان شاء الله، قول يا ربي نلقاها ان شاء الله، هذا من الفعل الحسن. وقلب مع راسك، يعني كتستبشر بهذا الكلام اللي سمعتي. ولا مثلا غادي تدوز الامتحان ومخلوع وفيك الرعدة، وواحد راس كاع كيقول لك ارجع في حالتك ودير شهادة طبية بانك مريض، وكل واحد اش يقول لك، وكتسمع شي واحد كيقول لك ورا غادي تنجح ان شاء الله، غادي تنجح عاشر، هو تيجي مع واحد اخر، ولكن انت جاتك هي كتقول الحمد لله هذا من المبشرات وهذا فعل حسن، وكيتجدد فيك العزم وكتصحح شويه وتقول نتكل على الله ونزيد في حالاتي. لكن ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، عندك تقول راه صافي غادي ننجح، المهم غير باش ما ترجعش، لان الا رجعتي انك وقع في القلب ديالك التطير. المهم هذا هو آخر ما يتعلق بباب إتيان الكهان والتكهن وتصديقهم، وكان بعض الأمور إن شاء الله لابد من كلام فيها. المسألة الأولى هو أن النساء العيالات راه شي عيالات كيتشكوا من العيالات بأنهم ما تيبغيوش يقادوا الصف. الله يجازيكم بخير. المرأة اللي ما غاداش تقاد الصف عتصلي في دارها، المرأة اللي ما غاداش تقاد الصف وغادا تشد صداع مع الناس اللي غيقولوا ليها شدي الصف وقدي الصف، الا غتشد معهم الصداع كما قالوا هنا في الورقه، لانه السب والشتم. الا غادا تعير الناس اللي غيقولوا ليها قدي الصف وتبقى تساب وتشتم معهم وما تقد الصف، انا نعطيها سوا من اليوم، غير تصلي في دارها احسن ليها، غير تصلي في دارها احسن ليها، لان راه كتدي الاثم، كتدي الاثم. والمرأة اللي كتجي للجامع وكتدير شوية، قالت لك وعاد شوية الريحة النيوفي وكتدير الريحة، راه المرأة اللي كتدير الريحة الله يجازيكم بخير تبقى في دارها. راه دائما كنديو في هذه الأمور، ولكن كما قالوا هاد الناس اللي عطاو هاد الورقة، قال لك خصنا دائما نديو في هاد الأمور، ما حد الناس مازال ما بغاوش يطبقوها، راه كنحشموا يشهد الله إلا تنستحيو، نستحيو ندويو. نهار الاربعاء اللي فاتت سويت الصفوف، ونهار الخميس كنصليو هنا وكنشوفوا شي ناس ما عندهم سوق ما كيبغوش يقادوا الصف، السيمانه كلها كدوز كنستحيو عاوتاني اليوم الاربعاء ندوف في سويت الصفوف، ونستحيو الاربعاء الجايه ندوف في سويت الصفوف.
اي شي واحد غيقول لك واد التوا ما عنده شغل عافي ما يجي شويه صفوف شويه صفوف ما له على هذا الحال يطلق من هذا الموضوع شويه ويزيد لقدام فين غادي نزيد لقدام راه الناس اللي ما خلوناش نزيدوا لقدام واش عباد الله الناس الا قادوا الصفوف وما بقاش عندنا المشكل ديال شويه الصفوف غنبقاو نديروا فيه ها واش نديروا فيه ولكن من المشكل مطروح راه خصو دائما يبقى الكلام فيه فالعيالات الله يجازيكم بخير احنا كنعرفوا شي عيالات فيهم العناد فيهم التكبر فيهم الغطرافه وفيهم الجهل وتيغلب عليهم ابليس والشيطان وما تيخليهمش يسولوا الصفوف وتيديروا المشاغبه وتيتسبوا مع النساء اللي قالوا لهم قادوا الصف وتيتعايروا معاهم ويخنزلوا فيهم وكاين اللي تجبل وكل وحده اش كدير تقوا الله تقوا الله راه اللي كتعوز الصف راه كيتنقص لها من الاجر قد ما عوجت الصف وعاد خلي الى خسرات الهضره وغيرت القلب ديال شي مسلمه حداها راه كتزيد الاثم اكثر فاحنا تنقولوا اللي ما عنده استعداد العيالات اللي ما عندها استعداد باش تقد الصف وتشد فمها وما تعيش وما تسالش مع العيالات تضليها تصلي في دارها الله يرضي عليها. شي واحد كيقول الادله الغش الادله ديال الغش الا كان حرام ام حلال هل الغش حرام ام حلال في كلا الحالتين اعطينا الدليل او النص من الكتاب او السنه. انا شوف سول غير مش قولي واش الغش حلال ولا حرام كاين بعض الامور اللي حرمها الشرع وجميع الملل وجميع الاديان والعقول الصحيحه والفطر السليمه تتفق على حرمتها وعدم الجواز. نجم نديرو مثلا نديرو مساله السرقه مساله الخونه ما يمكنش توجد في شي دين بان الخونه حلال ما يمكنش توجد شي دين يعني لا الانبياء والرسل اللي سبقونا ما يمكنش توجد انه شي واحد الشرع ديالو حلل ليه الله سبحانه وتعالى السرقه وما يمكنش تلقى شي عقل باقي سليم باقي ما توسخش بالافكار اليهوديه الماسونيه اللي كتقول بجواز السرقه ما يمكنش تلقى شي عقل باقي نقي وصافي كيقول السرقه زوينه وما يمكنش شي فطره باقا سليمه وتقول بان السرقه مزيانه. كل شيء يا اخوان هذه السرقه مستقبحه دينا وعقلا وفطره وواقعا ما يمكنش تشوف شي واحد كيقول السرقه مزيانه الا قال مزيانه نقولوا ليه نجربوك نسرقوا لك شي حاجه وما تدويش وجي يقول لنا الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين غدا جيو سرقوا الحاجه الاخرى يقول لك لا 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 غير اللي قال السرقه حلال قولي ما كاين مشكل الا سرقت لك تسمح لي يقول لك لا بحال هذاك اللي قال لهم خص المراه تخرج وتا هي تحرر وخصتا هي يعني دير اللي بغات ومشى عنده شي واحد في الليل بقى عليه الباب تحل السلام عليكم السلام قال لي اش حب الخاطر قال لي بنتك نعم بغيتها تخرج معايا كيفاش بنتي تخرج معاك قال لي وانت اللي قلتي للمراه خصها تخرج والحريه والدور تاع هي اعطيني بنتك نخرج معاها قال لي سير بحال البركه من البتاع هي بنات الناس الى ذوقوا وتعراوا ما نقولوش اللهم انا هذا منكر علاش حيت بنات الناس ايوا راه زوق ليا بنات كتابته بحال هذاك اللي قال لهم صدقه كيقولوا على شي واحد قال لهم الصدقه وكذا ومرته سمعته وصفات ديك القطعه منين جا للدار وكان في القطعه مزيان ودعا ومنين مشى للدار قال لها حطي الغدا قالت لي راه داك الصدقه اللي كلتي راه هي الغدا ديالنا قال لها انا ما داويش معاك انت راه ما خصناش ما خصناش نقول شي حاجه قبيحه وعنادا نبقاو نقولوا زوينه ولا نقولوا زوينه غير على الناس باش نستافدوا منهم راه كاع دابا الشياطين اللي كيقولوا
المراه خصها تلبس كيما بغات ودير اللي بغات، وانتم اللي كتمنعوها غير انتم اعداء المراه وكذا. هادو راه الشياطين، هادو ما تيبغيوش داك المسخ بناتهم، ما يبغيوش قله المروءه في بناتهم، ولكن اللي كيبغيوها في بنات الناس باش يتشفاو. لانه هو علاش كيقولوا كاد حيت انتم الشرفه اللي في هذا المسجد، واللي في المسجد الاخر، اللي في المسجد الاخر، اللي في المسجد الاخر، المسلمين كاع عيالاتهم الحمد لله كل شيء مغطي، ما عنده ما يشوف. الى ركب على طوموبيلته يمشي يقضي الغرض ويرجع لدارو، ما عنده ما يشوف الطريق، ما عنده لمن يوقف. ولكن الى خرجناهم عريانات عنده ما يشوف وعنده لمن يوقف، ياكل لا. فهما دابا غير كيخصهم باش يلعبوا وتيضحكوا على المسلمين، كيقولوا لهم لا خص البنات يخرجوا وخصهم يكونوا حريات وخصهم يديروا اللي بغاو، ما خصكمش تقمعوهم وما خصكمش تعقدوهم. باش هو منين يركب على السياره يوقف الدريه ديال 16 17 عام وتركب معاه ويمشي يزني بها ويرجعها ب 100 درهم ولا 10 سميتو. هادشي اللي تيبغيو الشياطين. وردوا البال لبناتكم ونردوا البال النساء ديالنا والبنات ديالنا، الله يجازيكم بخير. راه الشياطين ديال الانس والشياطين ديال الجن دايرين الخطه ودايرين المراه الوسط باش يلعبوا عليها. هادشي اللي كاين، ياك الشوارع ديالنا هادشي اللي فيها. وشي واحد يقول لك فلان ما تيحشمش، ياك الشوارع ديالنا هادشي اللي فيها. ها كاينه كاع المراه اللي براجلها غدا وتيوقف لها واحد بالسياره، اش بغى هذا الخبيث هذا؟ اش بغى مدنس الاعراض ومنجس الارحام ومخلط الانساب؟ اش بغى؟ يقدر الراجل يسافر ويخلي مرته 20 يوم وتخرج تقدر راسها في هذا المجتمع ديال الذئاب؟ يقدر؟ راه مصيبه يا اخوان. راه هذا اللي كيتغاوتوا كيقول لك لا انتم ما تتحملوش المراه وتتبغيو ديروها في قرعه وتسدوا عليها وكذا. قاعد الكلام، هذا الكلام غير ديال الشياطين اللي بغاو المراه تخرج ويلقاوها في الماء. مشاو مشى للبحر يلقى باش يتونس، مشى للقهوه يلقى باش يتونس، مشى فين مشى للطوبيس يلقى باش يتونس في الحد. راه مصيبه يا اخوان، راه مصيبه. ونبقاو الى حنا تنبهوا المسلمين على هذه الامور، ايوا فلان مالو عام قابل المراه، عام قابل المراه. راه اليهود قالوا باننا الى استطعنا نتحكموا من المراه ونفسدوها غادي نحكموا على العالم كله. وراه داكشي اللي غادي ليه، شوف النساء ديال المسلمين اليوم وسولوا كما كنقول لكم، سولوا مالين الطاكسيات يعطوكم الاخبار على بنات المسلمين، سولوا مالين الطاكسيات فين كيديو بنات المسلمين وفين كيفرغوهم ويحطوهم، كيدي قافله يحطها ويرجع يلقى قافله كتسنى ويحطها وكيخوي، غير هذا يخوي والاخر يخوي، هذا يخوي، فين كيخويو الفساد الفاسدين؟ كيف يخويو الفاسدين؟ ردوا البال، الله يجازيكم بخير. راه والله يا اخوان نحن نتكلم من قلب مجروح، راه تنجرحوا في القلوب ديالنا. كنشوفوا يعني كتلحق في 6 ديال العشيه كتشوف بنات 16 عام و17 و18 كل وحده لابسه سروال مزير بحال النيلو، وحده لابسه سليب مزير بحال النيلو، والشعر مطلو، والصباغه كيديره، والصباط كيدير، والصاك كيدير، والميكاك حلا في الليل، صاك معلق والميكاك حلا معلقه، وواقفه باش تركب في الطاكسي باش تمشي للمدينه وتجي مع الخمسه ديال الصباح. من الخمسه من 6 ديال العشيه حتى الخمسه ديال الصباح 12 ساعه. ها واخا 11 نص قريب الحال ساعه ديال الطريق. وتنعس وتنعس حتى الجوج وتفيق وتاكل وتقعد عاوتاني وتوجد راسها في 6 ديال العشيه. بنات من هادو بناتنا خواتنا نساؤنا، الله المستعان يا اخوان. يجي واحد يقول لك انتم اعداء المراه، شكون العدو ديال المراه؟ هو اللي تيبغيها تكون في البار ديال الخمر، ها هما دابا كيسكروا عيالات، ها هما اللعلب الليليه الراقصات الشطاحات
هاهما الشواطئ العاريه المسابح العاريه. اما الفنادق دوك الفنادق ديال 6 نجوم ولا ما نعرف 70 نجمه ولا 80 نجمه هذوك راه ما كاين غير الفتيات ديال 15 سنه نعمت وبالطبيب. تصوروا يا اخوان خليونا نشو الهم اللي كاين في الامه، ولكن حنا تنجيو مع الناس باش يشدوا بناتهم، راه حتى واحد ما يقول لهم شدوا بناتكم ديال كيتسناو، ولكن حرصوا الغنم ديالكم. واحد البلاصه يعني الفتيات للزنا فقط، كاينين ناس خاصين كيجيو كيزنيو بالفتيات، البنات من 24 عام حتى 15 عام وكيدوزوا بالطبيب. صوروا يا اخوان السيد اللي كيحكي يشهد الله، قال لك اللي كيردها الطبيب، اللي كيردها الطبيب زعما مسكينه ما لايقاش ولا فيها شي عيب، كتبكي الدم، تبكي الدم لانها كانت غادا تدخل تفسد وتجمع الفلوس، ها هو الطبيب رجعها. شتي فين وصلوا بناتنا من 24 عام حتى 15 عام؟ ايوا فيقوا المسلمين، فيقوا الله يرحم لكم الوالدين. راه عار ونصف ان الرجل وهو رجل وبنته كتلبس السروال مزير ها وتلبس لفوق شي مستور وشي مغطوم زوقة سلامة بابا هاك انت الوراق، كيقول لها سيري الله يرضي عليك بنيتي. في غفلة هذه يا اخوان غفلة. والليلة كاع خرجت وما شافهاش منين كتدخل هكا كلها معصورة كالكرموصة تيحضر هو عيني حشمان وهي ما تحشمش. وإلا دويتي معاه إيوا راه عايشين مع بنات جيلهم اش غادي نديروها الفقيه، ما عندك ما تدير. إوا يوم القيامة عندما تقف بين يدي ربك غادي يبان لك اش غادي دير ديك الساعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله.